خطوة جديدة لتعزيز التقارب الصيني الروسي في مواجهة الولايات المتحدة والغرب، تترجمها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين. ويجري المسؤول الروسي مباحثات مكثفة مع نظرائه الصينيين تحضيراً للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين، حيث من المقرر أن يحضر المنتدى الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق. إن العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا تشهد نمواً متصاعداً وستكون محور النقاش بين الرئيسين الصيني والروسي. من جهته شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن بكين مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو في تشكيل عالم متعدد الأقطاب وانتهاج البلدين سياسة خارجية مستقلة. أعتقد أن مشاركة الرئيس بوتين في منتدى الحزام والطريق تساهم بشكل كبير في نجاحه، وهذا مفيد جداً أيضاً لتعزيز تفاعلنا الاستراتيجي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كشف عن صفقات ضخمة للتعاون بين موسكو وبكين والتوقيع على اتفاقيات اقتصادية مهمة في مختلف المجالات. وتنسج بكين وموسكو علاقة وطيدة توسعت رقعتها لتصبح في إطار استراتيجي لمجابهة عدو مشترك هو الولايات المتحدة، فموسكو الباحثة عن انتصار في أوكرانيا والتي تسعى للالتفاف على العقوبات الغربية تجد نفسها في حاجة لتعزيز تعاونها مع الصين عبر صفقات أسلحة ومشاريع للطاقة. أما بكين المتربصة بتايوان فهي تتطلع للحصول على دعم من روسيا في حال اندلاع نزاع مسلح محتمل مع تايبي، ويتزامن ذلك مع تغلغل نفوذ القوتين في العالم لا سيما في إفريقيا، تحالف تحاول موسكو توسيعه بمشاركة كوريا الشمالية التي يزورها لافروف منتصف الأسبوع بدعوة من بيونغ يانغ، وهي الزيارة التي تأتي في أعقاب تقارير أمريكية كشفت أن كوريا الشمالية سلمت موسكو أكثر من 1000 حاوية من المعدات العسكرية والذخائر لاستخدامها في أوكرانيا.